البيع. شرف كبير قوي ان انا بقى واقفة مع البطلات دي واتعرف عليهم واحدة واحدة واسمع منهم قصة نجاحهم. احنا الشريك التنفيذي في برنامج عايشين بخيرة. الممول طبعا هو مؤسسة بيبسيكو، وده بيتعمل تحت مظلة ومع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن. والنهاردة بنحتفل بالحصاد للعام الثالث لحصاد البطاطس بني سويف. البرنامج بيتنفس في 4 محافظات مش بس بني سويف، بيتنفس في البحيرة والمنيا وبني سويف والجيزة. زي ما احنا بنشتغل هنا في البطاطس بنشتغل على محاصيل أخرى في حتة تانية، بنشتغل على توعية للسيدات، بنعمل معهم مجموعات ادخار اللي هم بيسموها الصندوق، زي الجمعية القديمة بتاعتنا بتاعت بيوتنا زمان، بس يعني أعلى شوية ان هم بيقدروا يستلفوا منها وبيعملوا مشروعات زي الحاجات نماذج النجاح اللي سمعنا عنها النهاردة. أنا مبسوطة لأن أنا اتكرمت النهاردة، ونشوف حاجات إن أنا تعبي ومجهودي شفته النهاردة، يعني اتكرمت حاجة دي حلوة، وحاجة يعني اتكلموا عن الست والمجاهدة بتاعتنا شفناها فعلياً، وانا مبسوطه طبعا ان انا فعلا يعني ليا قيمه.